من هي المهندسة العربية التي صممت مبنى دار أوبرا غوانزو؟ في 2002 كان في مسابقة وهي اللي فازت، عراقية. المبنى ده في الصين. إسلام، بصراحة الاسم حديدي حاجة كده. أيوة هي دي المشكلة. أنا عايز بقى الاسم الأولاني، فعلا الاسم التاني حديد صح. اسمها الأولاني إيه؟ زها أو سها. زها حديد، إجابة صحيحة. يا نهار أبيض، يعني أنا شفت دماغ إسلام، أنا شفت دماغك بتتعصب. هي زها حديد فعلا، معرفش افتكرت زها دي ازاي. برافو عليك. ولكن خلي بالك يا إسلام، إنك ممكن ما كانش الاسم الأولاني يجيلك تدي الفريق أبو سمبل هدية. أعتقدت إن هم هياخدوها فعلا. 55 كليوباترا، 60 أبو سمبل.